كيف نتصرف كموظفين في الأونروا؟ باعتبارنا موظفين في الأونروا وعاملين في المجال الإنساني، يتوقع منا التصرف فيما يحقق المصلحة العليا للوكالة والمستفيدين منها، ما يعني إعطاء الأولوية دائماً لهويتنا الإنسانية. دعونا نلقي نظرة على الأمور المتوقعة منا كعاملين في المجال الإنساني وموظفين دوليين. كن دائماً مدفوعاً بالإنسانية، ابذل قصارى جهدك لمنح الأولوية لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة. لا تكن متحيزاً وتقدم المساعدة للمستفيدين بناءً على آرائك أو تفضيلاتك الشخصية. اهتم بهويتك الإنسانية، كن سفيراً جيداً للأونروا، وفكر كيف يمكن لأفعالك أن تنعكس على الوكالة. لا تشارك في النقاشات السياسية العامة وتنضم إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو المجموعات الأخرى المخالفة لقيم الأمم المتحدة أو المبادئ الإنسانية. ذكر جميع الأطراف بأجندتك الإنسانية، وأكد دائماً أنك ستضع الإنسانية في المقام الأول. لا تسمح للآخرين بالتدخل في هدفك الأسمى الذي يتمثل في مساعدة لاجئي فلسطين المحتاجين، أو تقبل الأوامر أو التعليمات من أي حكومة أو مصدر آخر خارج الوكالة. شارك في الفعاليات الثقافية والخيرية في مجتمعك، شريطة ألا تكون مسيسة أو مرتبطة بفصائل معينة. لا تحضر الفعاليات المرتبطة بالفصائل السياسية، أو تنظم فعالية سياسية، أو تشارك في أنشطة سياسية يمكن أن تنعكس سلباً على الأونروا أو تقوض من استقلاليتك وعدم تحيزك. صوت في الانتخابات وقم بالانتماء إلى الأحزاب السياسية كمواطن عادي. لا تقم بإجراء حملات نيابة عن مرشح حزبي أو ترشح نفسك لمنصب عام على أي مستوى كان، بما في ذلك كمرشح حزبي، إلا إذا كنت قد استقلت أولاً من الوكالة. تحدث عن الوضع الإنساني للاجئي فلسطين واحتياجاتهم الإنسانية مع توصيل رسائل الأمم المتحدة في الشأن ذاته. لا تخفق في ممارسة اللباقة وحسن التعبير عند التعبير عن آرائك الشخصية، أو تستخدم لغة تبث الكراهية أو تحرض على الحرب أو العنف أو التمييز أو تتعارض مع قيم الأمم المتحدة. تحدث عن القضايا السياسية في المنزل. لا تتحدث عن القضايا السياسية علناً أو تقدم نفسك باعتبارك موظفاً في الأمم المتحدة عند التوقيع على العرائض والالتماسات. استشر مشرفك واطلب الموافقة المسبقة قبل الإدلاء بأي تصريحات علنية، مثل الخطابات العامة أو المقابلات أو البيانات الصحفية. لا تدلي بتصريحات علنية دون إذن مسبق. من المهم أن نتذكر أن الأونروا هي عائلة تضم أطيافاً متنوعة من الأشخاص والآراء. لا يتوقع منا التخلي عن مشاعرنا الوطنية أو قناعاتنا السياسية والدينية، إذ يجوز لنا التصويت والانتماء إلى أحزاب سياسية. ومع ذلك فإن واجبنا الأساسي يتمثل في الولاء لأهداف الأونروا وغاياتها. لذا علينا تجنب الأنشطة السياسية التي يمكن أن تنعكس سلباً على الأونروا أو تقوض من استقلاليتنا وعدم تحيزنا. ونحن نلتزم بصفتنا موظفين مدنيين دوليين بقيم الأمم المتحدة، ويتعين علينا أن ندرك أيضاً أن أفعالنا وتصرفاتنا تخضع للتدقيق العام، كما علينا الامتناع عن الانحياز إلى طرف ما في أعمال القتال أو الإدلاء بتصريحات بشأن الشؤون السياسية أو غيرها من الأمور المثيرة للجدل التي يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الأونروا ومصداقيتها كوكالة إنسانية. وهذا من شأنه أن يضمن استمرارية عملنا في خدمة الإنسانية ومواصلة دعم لاجئي فلسطين.